بارطاجيو باش عرفوا اي واحد جاب لي الله شي مرق بحال ملك مستشار تحيه اي كامله. المقاله دايره 3 مليون والله ما بغيت نبيعها بالله، واخا بعض المرات كتوصل فيا العظم ما كنبغيش نبيعها. خلي شويه من داك الحوت، خلي جربيني نشربك مهرسي لك فراقشك. الله يستر تضلي تفرسي ما تتغلاضيش، الله يستر تقولي فيك شي مرض اتضلي تفرسي خويتي ليا كاع الرزق. داك دير فيديو في يوتيوب خاص فيديوهات يكونوا ايجابيين، ديك القباحه ديال الله يبخلات الله دابا تعاملي زوين هضري زوين. واخا حبي واخا كيف ما كتشوفوا اخوتي غنبداو بالسردين باش نوريكم السردين المغربي. اه هل شي فوت طاح حبي مالك شي فوت الله يستر حتى حاجه ما تعرفي ديريها. اه توسخت مالك توسختي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. جيبي شي الماكله كتحط نورمالمون راه خاصها يتحط لي سيغ ياكنا شبعتنا خويا حتى لصقنا. الله يغفر اللهم بارك كيفاش شفت بينا. اه الله يكبر الله ينورك الله يجعل ربي ينورك. شحال بخاف لا صافي صافي الله يحفظك خويا ميرسي بوكو. الله يعطيك. غادي نعاود الفيديو بالتصنطي. المهم كيف ما كتشوفوا اخوتي غادي نبداو بالسردين المغربي. بالنسبه للناس ديال اوروبا اشنو كيديروا؟ يعني محرومين من السردين واخا السردين عندنا رخيص. ايوا حق خليني نصور فيديو خليني نصور فيديو صافي يلاه صورات شي تي هو اللي كيضحك تاشي راه كيضحك. ما بغيتش انا بغيت الفيديو انا العينه صاحبي راه نورمال. بالنسبه للسردين عندنا رخيص هنا في المغرب، مي الناس ديال اوروبا هما اللي غادي يعرفوا بالقيمه ديالو، اما حنا هنا في المغرب شي فهمتيني هذا الشيء. هادشي في اوروبا عندهم عادي، مي كيفضلوا السردين بولونيا شحال هذه قبل ما يتزوج بالوالد. لاسوب هي المخيره. هادي لاسوب قولي لهم على لاسوب. لاسوب دو بواسون. لاسوب دو بواسون. كنحمق على زيتك وحيده زيتك. رخيص في المغرب الحمد لله. يعني يعني كنعطوا كياكلوا الفقراء غير فابور. هاد الحوت اللي كتشوفوه خفيس على ودات السردين هادي. مي هنا في المغرب ما كنعرف المذاق ديالو كيشبه السردين. هو واحد. انتم هادول لا فخيتيغ. هادي لا فخيتيغ ديال انواع الحوت. خدينا السردين، خدينا الزعلوك، بطاطا، لا سوب دو بواسون، خدينا شليدات. يعني كاع اي حاجه خدينا منها شويه شويه شويه. ندوقوا منه. حوت طالع ليا في الراس نزار خاطر. نزار عرفتي علاش ما تتغلاضيش؟ ما كتغلاضيش باسكو تتاكلي بلا خبز، الخبز هو اللي كيغلط. انت كتاكلي بلا خبز، لا حتى فيك حتى في الدار ما كتستعمليش خبز، الخبز هو اللي كيغلط. ايوا كل خبز اللي بغيتي تغلاضي يا حبيب ديالي، يستر بحال جاي من السينيغال ما عمرك ذقتيه. غير بشويه غتشوهيني بشويه خبز. كياكلوا الراس؟ كل راس كل راس، ترى كلشي تاكليه هاكل. اكل حبي الراس كل راس كل المصارن ما نضيعوش نخليو ويلي عليا ياكلوا المشاش اكليه حتى كل الراس راه مزيان لك. شنو هذا؟ الراس ديال الحوت قال لك في فيتامين الديبامين. هذا هو الكلام. ولا راه كلتيهوش منين تيضحكوا عليه من اللور كلشي تيضحك عليه من اللور. قاعد شي واحد بوزروك قداش تبارك الله. شكون هو؟ بصح حطي لي اخويا هنا بوزروك قدودني الله يخليك. وراه كنبينوا الناس مع طارق الله يسلمك. كنديروا لكم اشهار الله يحفظك ابو زروك. هاد الدراري انتم كتشوفوا الله يكبر بك اخويا. الله ينور. ندير فيديو في يوتيوب ما تهضريش ما بغيتش انا نخلط اللايف ديالك مع الفيديو ديالي سكتي. ها انتم اخوتي بوزروك. ها هذا بوزروك كيدار في الطاجين، يعني ما غاديش يعرفوا الناس باش تجيو المغرب وتعرفوا بوزروك المذاق ديالو كيف داير. نكمل لكم مازال ما ساليت السردين. شوف تبقى تحطي في فمك شي بوزروكه الا ما شوهتكش في هاد السخيرات رانا خلي نعرق ونرجع. صافي ساليت الفيديو. ويلي كاين بوزروكه بجلوفها بمصارنها بكلشي اللي كاين راه سيبها في فمه. هذاك الحوت راه بحال الحيوان، هذاك راه حيوان راه تعب بحالو بحالنا راه فيه ما تقوليش هذا كلشي. ايه راه خاصك تنقي. كاين الفرق بين الحيوان والسمك. يبقى الحوت لا عطيتيه الحوته كيشد بضفرانه وينقيها.
ويلي شوف هذيك المش عطيتها الراس ديال السردين قلت تتنقي فيها وتاكل فيها وتخشيتيها بسلسولها بمصارنها بجوفها بعينيها راك انت هي خويا حيد شو هذا يخرج معك تشوي ارى لي الخبز ارى لي الخبز كب لي المناضه كب شحال ما كيتفرج فيك شوف كب المناضه كب المناضه على وجهي انا على وجهك ترى على وجهي انا كل ما انا كاع ما عطاش بغاوك حينيني موين تقول شي بغيتي كنت نجي للمغرب عاد باش نديك البلايص الزوينين تتمشي yeah. عند هذوك صحاب طاكوس yeah. وصحاب yeah. المصارن على اساس انا عمري ما تديك بلايص صحيين انا كناكلو ما كاين غير فواكه البحر وياه بصح اجي نقول لك ياك خصني نمشي ندير كلا فيزيت ما تتغلاضيش اخويا تتاكلي بزاف تتاكلي بزاف وما كتغلاضيش الفقصه شكون اللي فاقصك خصني نديك على الطبيب خاصني نديك على الطبيب ندوز لك نديك التحاليل يكون عندك شي حاجه تقدر تكون في كسين والله ويلي راه ما تاكل يا خويا خلينا نعقلوا على ما كاين هي جوع قديم طاليان ما تناكلوش حنا هادشي في طاليان كون شتي الجوع القديم اللي فينا وترجع حنا طاليان كاع ما كناكلوش خليني نهضر معك دابا راه ماشي كل حاجه تاكلي منها بزاف غتاكلي غير الدقامي كل شويه منها شويه منها شويه منها شويه منها دابا خدي دي السردين وري ليا اشنو هو لا لا خلي في بلاصه كيفاش ها انت كي تنقيوها تتحيدي الراس ها تعلم تتحيدي الراس هو الاول تتخشيها كواك مصارنا قال لك حامله تحت اجي اجينا كلف بيهم انا هنا اللي غنعطي لهم طب عطيهم هذاك الشيء التيشيط سهلة كي داير كي وكلوهم جينا ولا مالهم هذاك الشيء التيشيط عطيه لهم ويلي غتعطي لي دير اخويا راه حوته قداش بلاتي بلاتي انا نوريهم انا نوريهم بلاتي كنت انا عاد شوف خلينا صاحبي خلينا وين تضربي راسك بالعينيه كنت تسكتي قدام بنادم عيب اخويا ما تتسكتيش ما كتسكتيش بنادم تمشي للحبس على الملايير وتا تمشي على فمك ها داخل خارج داخل خارج داخل خارج بحال غادي للضريح على فمك الناس ضاربه الملايير عاد باش مشات تا تدخليها فابور ما ديك لسانك عطيتي ليا في صحبي واش ما تحبسي الضحك مع عباد الله ولا شنو بنادم جاي تخرج تاكل وتضحك كي مريض نديك تهربي بنادم الله يستر نزار اين القى قال هادي ملي زيتيها كنصرعو ياكل بوزرو كاع ما بغى يبرد ما كاين اللي حاضيني قد هاد المشات هاد المشات عينيهم خايبين تعطيهم الريوز ديال السردين انتك منهم شنو تهددو خلو تشيشات لا ما يشيتش كلشي غيتكال هاك كول هذا راه مزيان لك هذا راه قال لك الراس للراس لك هذا لا كلتي الذكاء غيولي عندك هذا خشي فمك الراس ما كيتكالش هو قال لك تيدير الذكاء قال لك هذا الشيء الاخر الله لطيف ما يحشم ما يندى كارثه ديال العمر شد شد تابعني هو وتابعيني المشاش فين ما مشيت تابعني بنادم لا حول ولا قوه الا زهريه انايا فين ما مشيت تتبعني بنادم واحد وتيقين فلا درتي كلاس ودرتي زوين لا انا ماشي كلاس انا ديكولاس ما بغيتش انا كلاس طلع ما طلعهاش عليا كلاس راه هي جايبك يكون عامر هذه هي اللي كنسمي انا بنادم كلاس جات معاك رايحين مع العائلات خصك شرط محترمتي شرط احترم هذوك العائلات معهم الناس ماشي تيقول برافو الواقع راه هو هذا برافو الكلاس هي جايبك يكون عامر تسعي عباد الله ومدلوله وتتهاجري من دوله ودوله وتقولي لعباد الله انا كلاس مين كلاس مين جاتك الكلاس كلاس هي تمشي تدوري وتاكلي وتشربي وتعيشي الحياه
شكون تزوج بهذا؟ مدريش. انت اللي قلت لها الرومانسيه زعما ما تعرفيش الرومانسيه انت. وفي الحق الحوت في الصخيرات زوينه تلطب لتنا حنا تابعاتك حتى المشات مزعوطات مزعوطاتك ما كتبوش هاك حبي هاك عطيه المشاش نعطيه الحب ولاش نعطيه المشاش اسمع مرتك وقالوا الله بحر في الرمل وهذوك اللي كيقولوا لكم الله يهديهم ما ندعيوش عليهم الله يهديهم الله يهديهم تبقاو خوتنا كنت كنسع انا ما عندي كونطات حتى التيك توك راه المراه ما كنطلع بالكونط ديال المراه مره ملي كنكون دوزي شويه كنبغي نلعبو صافي الحمد لله راه برزقي انايا وما معولاش على شي حاجه راه واقيلا عندك مع بحالك مما كتشوفها في شي بلاصه عادي كتطلع تقول واو من جاتك فلوس تعجبك هادي شحال بنادم خايبه واضع كولي لا غير كولي ما عديش معايا خويا كيف صحتي حيك خالق اصلا خالق تصرف عليا مره ما تصرفش عليا مره رزق هذاك زينه هذه تصرفوا على من بغات انت ديها في راسك الماكله ولي جيب لك الكيسه راه الكيسه الحاضر ما بغيتوش ما كاينش الفرق متزوجين عاد واختي من غادي من غتشرحيها هذا ديال الخبز راه باقا ما كملتش زعلوك عجبني كومونتير انا غنزيد نمرضو راه ماشي حتى تزوج بمراتي عاد راه واقيلا انت تبعني قبل انا الحمد لله عايش كلاس بلا هادشي الا شتوني طارق اللايف وقاس كندير فيها مهرقن غير باش نضحك الناس شويه وصافي طيح معايا فاس نهربو ليك معايا انا تولي تقول انا ما عارف والو اذا طلب صحتك الله يكبر بيكم شكرا لكم بزاف يطلع بنادم بغى يدير فيها كاين هادشي انا علاش ما كنبغيش نطلع الرجال في اللايف ماشي كلشي بطبيعه الحال كتطلع انت كتحمس واحد عطيني سر كتطلع هوت على راسك كتطلع انت كنطلع انا كنتقمص واحد الشخصيه اللي كتعجب الناس كنبغي ندير فيها مهرجان كنبغي ندير فيها كيطلع بنادم عنده نقص كيشوفك كتهضر بديك الطريقه كيبغي يدير فيها كاين حتى كتبيضقو اوكي هادي ديال هاد المبيضق اللي دار هذا ملي شافني كنهضر وكنضحك وكناكل بهاد الطريقه هادي قال يا عمرك شي نعمه انت راجل تصرف عليك مرا بغي يدير فيها زعما حقاني على ظهري انا لعبك على صبعي الصغير تبقى تابعني انايا تولي تشرب الدواء ديال الناس باش يديك الناس وسير لعب مع جرانك هاد الحوته تناكل فيهم ما عجبتنيش قول لي علاش عوره بين فيها عوره شو كيدايره عيني عورات ما عم تاكلي الحوت وعور عور ما عندوش العينين وحده تشوف الشمال وحده في الجنوب حشومه كاع صاحبي تعطينا الحوت عور دي.